نشوف المشاكل اللي حضراتكم بتكلمونا عنها طول الوقت وبتطلبوها مننا ومقتربه من تفاصيل حياتكم اليوميه، وارقام التليفونات هتظهر حالا اسفل الشاشه عشان لو حابين حضراتكم تتكلموا في موضوع القايمه اللي هي سبب خراب وفشكله كتير من الجوازات. الحقيقه مش فاهمه ليه كلمه السر كده، لان الموضوع اول ما يخش فيه لخبطه في القايمه ممكن قوي الناس تتشائم وتقول لا الجوازه دي مش هتمشي على خير. وبيكون ليه بقى؟ لان الناس مش فاهمه ما لها وما عليها. فالنهارده الحقيقه استاذ رأفت يونس محامي النقد الدستوريه والاداريه العليا كمان مشرفنا علشان يوضح لنا، ينور المحكمه يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. ايه دي بقت كلمه شؤم. يعني اول ما يتقال كلمه قايمه كده نقول يا رب استر. كانت مشكله. ليه؟ هو ده مش من حقها ان يبقى ليها قايمه؟ أقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. أولا النهاردة عايزين نقول كلام جديد خالص الناس تسمعه، يمكن سمعته قبل كده أو يمكن لأ، لكن مش عايزين نقول الحاجة المعتادة بتاعت القايمة والحبس. لا، أولا الحبس في جريمة قائمة المنقولات الزوجية. الأول عايزين نقول قائمة المنقولات دي مش معناها بالتلقائي كده قائمة منقولات زوجية، في قائمة منقولات حاجة تانية. إيه؟ أما أجي أجر شقة مفروشة، المفروشات دي اسمها قائمة منقولات. إنما هو جرى العرف قائمة منقولات تبقى إيه؟ جوازة. زوجة. في دول كتير لغوا جريمة، لغوا عقوبة الحبس في جرائم تجريم المنقولات. ليه؟ ليه؟ حضرتك لما أديكي حاجة على سبيل الأمانة تحافظي عليها، يعني معناها ما تستخدمهاش. أيوه. مظبوط كده؟ آه. عمرك بقى شفت حد بيديكي حاجة تحافظ عليها على سبيل الامانه واطلبها عند الطلب واقول لك استخدميها؟ لو احنا متفقين على كده مش هاخد شريه المتعاقدين، يبقى مش تبديل. هو مش عقد، هو طرف واحد بيمضي على القايمه. انا بقول لك ليه الحكمه اللي خلت بعض الدول تلغي الحبس، ان انت بتديني. هو في الاساس تبديل يعني ايه؟ تبديد يعني استخدمت الشيء دون محله. بس ده الاصل. استخدمت الشيء دون محله يعني تبديني، كان بعت عليها ايه المشكله يعني؟ ما استخدمتهاش دولاب. الزوجه لو ما استلمتش اللي متكسره دي هيتحبس لو هو ما جابش حاجه سليمه. دي يعني مشكله. يعني التبديد هو مثلا اتلفها، انك انت اتلفت الشيء. طيب لو فرضنا واحده متجوزه بقى لها 10 سنين. ما غالبا المنقولات دي هيتم استخدامها. هو غالبا المنقولات دي مش تبقى موجوده اصلا، يعني يكونوا غيروا البيت اكتر من مره، عشان البيت اكتر من مره بالزبط. لكن المحكمه امامها ورق، امامها زوجه تقول دي حاجتي ولا لا، اولا زوجه تقول دي مدغدغه ولا لا، ولا مكسره ولا مبدده ولا لا. النهارده بدانا فعلا في بقى امين عام المحكمه وبيقوم زي خبير يشوف الحاجات دي تبديدها يتناسب مع يعني الفتره الزمنيه للزواج من عدمه. يعني مش بقول واحده متجوزه بقى لها سنتين عفشها يتكسر زي واحده متجوزه بقى لها 15 سنه او 20 سنه. انما يعني هو بيدي ده في الاعتبار ويشوف بقى بالظبط المفروض. طب وده بدا يحصل. لكن انما السؤال الغريب اللي بيناقض نفسه، الزوجه او والد الزوجه سلم الزوج منقولات على سبيل الامانه، بس بقول له ايه؟ استخدموها. ايوه طبعا. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، من الذي يستخدم المنقولات مع الزوج؟ كله في البيت. يبقى انا كزوج بقى اتحاسب على تبديد غيري ليه؟ انا بقول ليه الحكمه بقى وتنطيط العيال ليه الحكمه من الغاء بس عشان كده علشان كده في بعض الدول لغوا الحبس في اللي قال لك وبقت ايه تعويض مدني يعني بقى بالظبط كده بقت ناحيه مدنيه لكن احنا في مصر لسه في حبس. لا 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 لسه. انت مع فكره ان هم يلغوا الحبس؟ والله شوفي احنا كل شعب له طبيعه. برضه عشان ما نظلمش الزوجه وده اللي هنتكلم فيه النهارده. ما اصل فيه برضه ازواج يعني في طبعا في طبعا في طبعا في طبعا. لكن احنا عايزين نقول القايمه او مبدئيا كده شكلها بيبقى ازاي عشان ما نتورطش. لا في الاول هي من حقها القايمه يعني الناس يكتبوا قايمه ولا ما يكتبوش قايمه؟ من حقها طبعا لازم تكتب. طبعا لازم طبعا ده مساعد على الشرع يعني موجود في الشريعه ده؟ لا شوفي بصي في العرف. لا ده بالعكس ده في الشريعه فيها اكتر من كده. ده في الشريعة إذا أهدتها شيء لا يحق لك أن إيه؟ استرداده. يعني في قاعدة شرعية كده إحنا ما قلناش طبعا نتكلم في الشرع لكن نرجع للمختصين. لكن يقال طالما استحل فرجها يعطى لها حقها. يعني حتى في الشرع أصعب من قائمة المنقولات. ولذلك صار القاعدة عامة يقول لك إيه؟ كل اللي في الشقة ملك للزوجة. ده شرع. بس إحنا ما بنقيسهاش كده. بنقول ايه انتوا جبتوا؟ لان الظروف اتغيرت. الاول كان الزوج بيدفع مهر
والزوجة تجيب كل حاجة. أيوه. فيبقى هو أمين على الحاجة. النهاردة بقت بالنص. أيوه. فأصبح المفروض هو بيمضي على الحاجة اللي جايباها الزوجة. طب المهر اللي بتاخده بتاخده على هيئة منقولات. أصبح هو أمين على الاثنين، على الحاجة اللي هو جابها والحاجة اللي هي جابتها. هي هي هي. هي. يحصل بقى خناقة. الدنيا تقوم وتقعد على لا 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 أنا أديها اللي هي جابته. وده صح؟ لا غلط طبعا. طب هي فين حقها بقى؟ فين مهرها؟ فين مهرها بقى؟ يعني هو ابوها مديها لها أيوة. كمان معاها بالضبط. يعني قطين ثلاثه بعد المطبخ. بعد الازواج مش فاهمه ثلاجه هو فين ايه. لكن لا هي جابت المطبخ تاخده. هي جابت الادوات الكهربائيه تاخدهم. طيب هي بقى استفادت ايه؟ هي كانت انسه بقت مدام. ما كانش عندها اولاد بقى عندها اولاد. تاخد ايه؟ هي كده بقت معابه. انا اسف. معذره للي بيسمعونا. بقت معابه. من الذي تسبب في هذا العيب؟ الزوج. يعني لا والله لا لا وارد ان يعني ليه معادله وارد وارد بس إيه؟ ما بتبقاش زي الانسه اللي ما عندهاش مشكله. لا ربما يكون يعني حياتها اختلف. احنا ممكن نقول كانت مظلومه وقت المطلقات بيتجوزوا يعني حياتهم اكتر من اللي والله بنقول لو مظلومه ربنا هيرزقها افضل. لكن في الاساس في الاساس هو كتعويض يعني ليها وده حقها الشرع نقدر نقول. ولذلك بقول الشرع اصعب كتير من الناحيه الجنائيه لو فرضنا ان الزوجه تاخد كل حاجه. ده صح. ولذلك الزوج يعني نقدر نقول الزوج اللي 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 عايز يعني زي بيقولوا كده يعني الامور تمشي طبيعيه ما يديها كل حاجه. ايه المشكله؟ إيه؟ لانك لو جبت واحده غيرها مش هتقبل القديم. ايوه ده ببساطه كده. ما انت احتفظ بجزء من الحاجه هتعمل بيه ايه؟ لو بعته مش هجيب ربع الثمن. ولو جبت زوجه ثانيه هتقول انا مش عايز القديم ده 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 يتنسف. انت بقى مبين لك القديم وعايزين حاجه جديده. فلازم يبقى في تعقل. لكن احنا عايزين نقول شويه نصايح بخصوص العين. نصايح لمين؟ للزوج وللزوجه للاثنين. للاثنين. احنا بنقول للزوج تكتب القايمه. تكتب القايمه بالحاجه اللي موجوده. بلاش الجدعنه اللي انا اديك ورقه بيضه وانا شاريها وبعد كده اكتبوا اللي انتوا عايزينه. او يا ابن الحلال احنا بنكتب الطبيعي اللي بنكتبه وسيبك من القايمه. احنا هنجيب حاجه على قد الكلام ده كله غلط. ما نضمنش الظروف ايه لما يحصل مشكله. المحكمه لها ايه؟ قائمه المنقولات التي ذكرت في الورقه الذي مضى عليها الزوج. فبنقول له اما تيجي ما تستعجلش. احنا جرى العرف في مصر ان عقد القران لازم قبل منه نكتب القايمه. يعني مش هنكتب الكتاب الا لما نكتب القايمه الاول. ده جرى العرف على كده. يا سيدي ما تستعجلش. ما تكتبش الكتاب دلوقتي الا لما تجيب العشاء. لا ما هو ممكن الخطوبه تتفك. يبقى انت المسؤول بقى. مالناش علاقه. طب خلاص هتكتب القايمه. هات المنقولات اللي كتبتها. طب احنا كتبنا اوضه لكي ابيض بلاكار. هو لازم يعني القايمه تتكتب بتسنيده كده. شوفي بص جبنا مش عارفه ولا بتكتب قيمتها. وشوفي بص يعني هناك نوم ب 50,000 جنيه. هناك خلاف. هناك خلاف. السؤال هل لو القايمه اتكتبت بدون تسعير تعتبر باطله؟ لا 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 خالص. قايمه صحيحه 100%. طب هل لو اتكتبت بالتسعير بس بدون تصنيط؟ الناس فاكره بقى ايه؟ ان لما اتكتب بتسعير اخد الفلوس منه. غلط غلط. القايمه الزوج ملزم يسلم قائمه المنقولات. طيب هاخد التليفون ده لان من اليونان جالنا تليفون من اليونان من مدام نوره زي ما